السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساليتو الموند، أهلا بالجميع. جيسبيركو زاليبيات، أتمنى جميعا تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة تصريفات الأفعال في اللغة الفرنسية نطق صحيح، ومعنا فيرب ديت وهو فيرب ترافايي. يعني إيه ترافايي؟ يعني يعمل. ترافايي الفيرب ده برومي يكون مجموعة أولى، بنحذف الـ ER ونكتب النهاية. تصريفه إيه؟ جو ترافاي، هنضيف لها E، تو ترافاي هنضيف إي إس، إل ترافاي هنضيف إي، إل ترافاي هنضيف إي، أون ترافاي هنضيف إي. أنا أعمل، أنت تعمل، هو يعمل، هي تعمل، نحن نعمل. نو ترافايون، ما بننطقش الدبل إلا على فكرة. نحن نعمل. فو ترافايي، أنتم تعملون، آخرها أو زد. إل ترافاي، آخرها أو إن تي، ما بتتنطقش. هم يعملون. إل ترافاي، هون يعملنا، آخرها أو إن تي. يبقى الدبل إل هنا لا تنطق. جو ترافاي، تو ترافاي، إل ترافاي، إل ترافاي، أون ترافاي، نو ترافايون، فو ترافايي، إل ترافاي، إل ترافاي. نيجي بقى لفقرة الديفوار. يا ريت ما ننساش نعمل لايك الأول للفيديو، ونعمل جملة سهلة بسيطة على فيرب ترافايي. انتظرونا إن شاء الله في فيديو جديد من أفعال اللغة الفرنسية. أتوتالو.